الزمالك استعاد مهاجم مميز وهو ثالث هداف الدوري حسام اشرف، وايضا باك رايت مميز احمد محمود. رايك ايه في عوده الثنائي، ولاي مدى يحتاج نادي الزمالك للاثنين دول؟ طبعا اسمين كويسين ولاعيبه صغيره وهيفيدوا، واظهرهم في الدوري اللي فات اللي بقاله سنه لسه خلصان ده قعد كتير قوي ده بجد غريب، انا عمري ما شفت دوري زي ده، بس عادي يعني هم ادوا اداء كويس فيه، وحسام اشرف دخل كان موسوعة هدافين. جينيس هات الدوري ده. غريب قوي يا مينا والله، انا تعبت للعيبه والله بجد. لا وخلصنا منه، قال لك الكاس هيتلعب في اسبوع. ايه خلصنا منه، قال لك الكاس هيتلعب في اسبوع. ايوه الكاس. طب حاجات بقى ما خلاص برانا، النهائي فجأة، لقيت فجأة النهائي، حاجات احنا في برانا، النهائي. انا بيقولوا النهائي بعد بكره باين او بعده يوم 30 النهارده كام؟ ده النهارده. بكره. برافو عليك، اللي ده هو النهارده، النهارده. لو كان ايوه شوية ننام ونصحى. ايوه ايوه فعادي يعني. متابع انت قوي يعني. ما هو متابع عشان انا التفاصيل مكمله لبعيد قوي يعني، الناس المفروض تريح من شهر بجد او شهرين تبقوا قاعدين في بيوتهم. عارف كابتن حسام حسن راح له كام لعيب؟ انا مش عايز اقطع الحديث عن، طب ناخد ارقام حسام اشرف ونيجي على المنتخب. فحسام اشرف كامكانياته وانتاجه في الدوري، لا عمل حاجه حاله يمكن كويسه. ارقام حسام اشرف في المواسم، لعب 32 مباراه في الموسم الماضي مع نادي بلدية المحلة قبل عودته نادي الزمالك، جاب 14 هدف، صنع هدفين، واحتل المركز الثالث في جدول هداف الدوري. يمكن عايز اقول لك الدروب اللي حصل له، هو كان اول الجدول هداف سلام. الدوري تقريبا لما ميكالي ما خدهوش الاولمبياد، دي اثرت معاه. ما هو برضو دي حاجة برضو تستغرب لها في ميكالي برضو، يعني واحد منتخب هداف أولمبي الدوري تحت وهداف السن، دوري الدوري تحت السن معاك يعني. موجود، يعني منتخب أولمبي بتاعه ما يبقاش موجود في التيم، فبرضو غريبة. هو ما خدوش، في مدرب بيبقى خلاص حاطط الهيكل الرئيسي ده من بدري، القوام ده موجود، 15 16 لعيب موجودين معاه ما بيتغيروش، بس ايفن حتى زياد كمال برضه هو مش مقتنع بيه، واخده عشان لعب في نادي الزمالك فاهم، ويعني لحد ما اسمه بيتقال وفاهم، فخد زياد، انما هو مش مقتنع بزياد من الاول. هو المدرب كان مركز على لعيبه معينه ما اتغيروش، زي ما بقول لك ان هو ما يبقاش موجود في المنتخب الاولمبي. ايفن كمان المنتخب الكبير كان في فتره وهداف ان هو الدوري يبقى موجود، المنتخب الكبير كان ممكن يروح عادي، ما انت هداف دوري يعني، انت احسن من الناس اللي بتروح، انت اللي بتنتج، مهمه الاسترايكر يجوان. اتظلم بس يجي في نادي كبير، هيبقى طبعا نادي الزمالك اضافه ليه كبيره طبعا، هيحاول مش هيبقى الاساسي بس يجتهد، لسه صغير ياخد اثبت نفسه يكمل عادي، بس هو عنده الامكانيات. والباك رايت احمد احمد محمود ايوه الجونه ايوه ارقامه يعني، ممكن انا اعرض لحضرتك ارقامه اهي. لعب 25 مباراه مع نادي الجونه في الموسم الماضي قبل عودته لنادي الزمالك، سجل هدف لاعب واحد وصنع. متحرك وبيعرف يلعب ما بين الخطوط وسريع، هيفيد نادي الزمالك طبعا، تغييرا لعمر يساعد عمر على حسب برضه. ولك لعب عندنا ثلاثة باك رايت، مسلوسي، عمر جابر. لا مسلوسي مش هيلعبه بكره، الونش رجع. ايفن لو الونش رجع هيبقى الونش والمسلوسي، حسام هيقعد الله اعلم.